السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة إن شاء الله هعلمك ازاي تعملهم في الباك جراوند. وفي عندك شعر، الشعر عندك هايش شوية كده زي ما انت شايف كده وهنا، فأنا عايز أعمل ريموف في الباك جراوند والشعر يكون معايا، ما تعملوش ريموف. تمام، أول حاجة هتشيل قفل اللير، بعد كده تيجي هنا كليك يمين أوبجكت سيلكشن تول، هيجي تحدد بقى عندك البيرسون. هتستنى كده ثانيتين كده قبل ما يعمل سيلكت. بعد كده بعد ما عمل سيلكشن هتروح له هنا سيلكت اد ماسك، وبعد كده هتختار ريفاين هير اللي هو يحدد لك الشعر يعني. بعد ما عمل ريفاين هير نخلي الريد سن من 7 ل 9 عشان بيكون 7 ل 9 دوت الرقم يعني الستاندرد يعني، فاهمني؟ نخلي هنا من 7 ل 9، نخلي 9. سمارت ريد زي هتدوس عليها لو هو مثلا شعره ملولب وفيه هايش اب كتير يعني، فاهمني؟ كده تنزل تحت هتدوس على output setting، بعد كده تخلي output ديت output to ايه layer mask، clear layer mask عشان يعمل لك remove background. لو عملتهاش مش هيعمل لك remove background، فاهمني؟ نقول اوكي، ادي عمل لك remove background. طب عايزين نتأكد نحط مثلا خلفية ورا، بعد حط صورة بس انا هجيب صورة color، هتدوس تحت هنا solid color وهتختار اي لون. ماشي، ايه ده جاب الصورة، ده سوري جاب السوليد كارة. طب انا عايز اشوف البيرسون ودي تبقى الباك جراوند. ارفع اللير اللي فوق كده اهي زي ما انت شايف الباك جراوند والبيرسون اهو، وشعره معانا كله. تمام، زود الجزء بسيط بس، لا حتة بونص. انا عندي هنا الباك جراوند انا كده مسحتها. تمام، في الاول انا وريتها لك حطيت الباك جراوند لونها ازرق. طب انت انا عايز اضيف صورة هعمل ايه؟ مثلا لو وليكن الصورة دي هعمل ايه؟ هختار الموف تول، بعد كده هاجي ادوس على الصورة واشدها واجيبها هنا زي ما انت شايف. تمام، عشان تكون الصورة باك جراوند فهرفع اللير فوق. تمام، هنيجي نختار الصورة عشان نكبرها بقى، بعد كده نقول له edit، وبعد edit free transform. تمام، ادي اهو نقعد بقى نكبرها. مثلا انا مش عايز المنطقة دي، عايز الخلفية دي كده. وبكده وريتك ازاي تجيب صورة تخليها باك جراوند بدل ما تكون سوليد كارد. تمام، وكده ده الفيديو النهارده. ما تنساش give me thumbs up and peace out.